حضرتك وزير البيئة، هل ده معناه انه وزارة البيئة بعيدة تماما عن هذا التنفيذ؟ لا بالعكس، وليس مسؤوليتها هذه الحلول اللي حضرتك بتتكلم عنها؟ لا احنا بنعمل الحلول دي فنة. يعني اللي حضرتك بتقوله والتقصير اللي حصل طوال الفترات اللي فاتت بشكل واضح وصريح تحمله لمين؟ أنا وزارة التنمية المحلية أو وزارة الحكم المحلي؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، من التسطيح الأمور إن إحنا نبدأ نقول أصل التقصير عندي دي، مش من التسطيح كويس؟ لا ده إعادة نظر لكن للبحث هي عن الحلول. المنظومة كلها يا فندم، هو مين يا فندم اللي أصدر قرار عشوائي بالقضاء على الخنازير؟ تمام يا فندم، برلمان. ماشي ماشي، مش كده يا فندم؟ يا فندم ماشي، بس مهم جدا تعرف مكامن الخطر. في فرق ان انا اعمل مكامن الخطر او ليه اوجه القصور وازاي اصلحها واعمل الحلول. طب ما انا ممكن اقول لحضرتك دلوقتي او حد بيسمعني اقول لك الله يا سيادة الوزير، طب الكلام اللي حضرتك بتقوله شكله حلو جدا جدا جدا، ما بتنفذوش ليه؟ ما بنفذوش لان احنا دلوقتي احنا اول حاجه عملنا جهاز إدارة المخلفات في أكتوبر اللي فات. تمام فايس. أخبروا إيه؟ الحمد لله على أرض الواقع بـ40 موظف. نعم كويس، على أرض الواقع دلوقتي بيشيل الزبالة مع المحافظة بإسكندرية. إسكندرية إسكندرية، لأن طلب مننا كخطة عاجلة، إحنا قدمنا ملامح المنظومة، قدمنا السياسات الملامح الجديدة لمنظومة إدارة القبائل، قلنا هنبدأ بالعكس، مش هنبدأ من الجمع، هنبدأ نحل من الآخر. بمعنى لو لميت كل الزبالة دي هنبيع ايه؟ لازم توظفها اهو كده. فروحنا واخدين سياسات وافق عليه مجلس الوزراء بان احنا عملنا سعر للكيلو وات ساعة من الكهرباء اللي تطلع من المخلفات كويس، عشان ازود اعادة التدوير. فالمستثمر بيجي بيقول لحضرتك ايوه عندي التكنولوجيا وادوني الارض، لكن هتشتروا من الكهرباء بكام؟ ما كانش في حد بيرد عليه لان الكهرباء مدعومه، هو مش هيشتغل بالسعر المدعوم. فحلينا الكلام ده وخليناه 92 قرش لكيلو وات ساعه وهو سعر منافس. تمام، كمان خلينا لو حضرتك عايز من الزباله تطلع بايو ديزل، ان المنتجات سعر المنتجات البتروليه اللي ممكن تطلع بشرط انها تكون في المواصفات المصريه 70% من السعر العالمي. شلنا الدعم. نعم، بحيث اقدر اشتري منك انا كحكومه وادي اللي انا عايزه، او انت تبيع لمصانع طوال. دي كان من معوقات الاستثمار الاساسيه. وفي نفس الوقت عملنا خطه قوميه اهم حاجه فيها ايه اللي بيطلع في كل محافظة؟ تكلفة الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي كام؟ عندنا فلوس بتتصرف قد ايه؟ والفجوة التمويلية قد ايه؟ وعرضناها قبل ما نعرض خطة الحكومة. لا، ولم يكن هناك تمويل اضافي لمثل هذه العملية، وبالتالي قالوا لنا ركزوا على الحاجات الأولوية عقبال ما نوافق وبعدين نراجع تاني هذا الأمر عشان نجيب تمويل إضافي. وقد كان، فكان الأولويات هي الإسماعيلية وشغالين في منظومة فيها. نعم، أرجو أن حضرتك مرة تروح تشوفها. نعم، بورسعيد، الأسكندرية، والجيزة. الأسكندرية خدنا قرار من مجلس الوزراء على ان احنا نساعد السيد المحافظ في تفريغ المحطات الوسيطه، بمعنى الزباله بتيجي بينقلها لمحطه، المحطه مليانه تراكمات قفلت. طب هيلم الزباله ويديها فين؟ فبتتراكم في الشوارع. طب هل سيادة الوزير احنا الملف ده تحديدا